Thank you for joining us. It's my absolute pleasure to welcome Dr. Abdul Wahab Abdool, Senior Partner, Head of Appellate Litigation at Bin Nakhira and Partners, and the former Chief Justice of the Federal Supreme Court. Welcome, Dr. Abdul Wahab. In light of your extensive experience with the Constitutional Circuit and the Administrative Circuit, how do claimants challenge these bodies? How do claimants challenge administrative decisions? إذن نتيجة طبعا لتطور الفكر القانوني ونتيجة لترسيخ فكرة الدولة القانونية بدأت فكرة مقاضاة الدولة ومحاكمتها أمام محاكم أو أمام قضاة إداريين أصبحت فكرة رائجة ومنتشرة حتى أصبحت الآن المحاكم سواء المحاكم في المحاكم الاتحادية أو المحاكم المحلية أصبحت هناك دوائر متخصصة تنظر في المنازعات الإدارية بين الدولة وبين الأفراد أو بين المؤسسات هذه المحاكم طبعا هناك على مستوى القضاء الاتحادي ممكن بداية من رفع القضية أمام المحاكم الابتدائية ثم التدرج فيها إلى محكمة الاستئناف ثم إلى المحكمة الاتحادية العليا وهناك وكذلك في القضاء المحلي في بعض الإمارات يعني لها قوانين الخاصة بعض الإمارات التي لا زالت تحتفظ بقضائها المحلي هناك قوانين خاصة تفرض إجراءات معينة قبل رفع الدعوة إلى المحكمة مباشرة كأن تطلب هذه القوانين المحلية أن يتم عرض النزاع على مؤسسة حكومية في الإمارة مثلا المجلس التنفيذي أو ديوان الحاكم أو شيء من هالقبيل قبل ما يتم عرضه على القضاء أما في القضاء الاتحادي فالشخص له الحرية المطلقة بأن يذهب مباشرة إلى المحاكم الاتحادية ويرفع دعوى كذلك من جانب يعني الإداري مقاضاة الدولة تطور لم يقتصر هذه يعني هذا التطور على فكرة أن فكرة الطعن في القرارات الإدارية لا بل تطور إلى هذا ربما أنا يعني يمكن للشخص أن يقاضي الدولة إذا وقع مثلا أي خطأ تقصيري من جانب الدولة وترتب عليه ضرر هذا الفرد يمكن أن يقاضي الدولة ويطلب تعويضات هناك أيضا في حالات اللي تدخل فيها الدولة مع الأشخاص الخواص تدخل معهم في إطار علاقات تعاقدية وقد ينشأ عن العقد نزاعات أيضا للفرد أن يعني يرفع دعوى ضد الحكومة يطلب فيها بتطبيق العقد وإلزام الحكومة إذا ثبت بجانبها أن هناك خطأ يلزمها بالتعويضات يعني هذا التطور اللي حصل في القضاء الإداري في الإمارات حقيقة نحن هنا في الإمارات يعني نعتز بهذا القضاء وبالاجتهادات اللي أرستها المحكمة الاتحادية العليا في مجال العلاقة بين الإدارة وبين الفرد لأن هذه الاجتهادات كلها تصب في النهاية إلى تعزيز حق الفرد في أن يقاضي الحكومة إذا كان له حق على قدم المساواة وشكراً